الناس انا جاي مع الصباح، انا كنت نمشي الخدمه خدام، انا خدام سيكوريتي، اجون سيكوريتي بالليل، كنت جاي مع الصباح من الخدمه تقريبا 7:15، غادي تلقاو لي 3 ملتمين بالسيوفه ما شفتهمش، تاج نزل عليا واحد هما في ضاربني هنايا، ضاربني هنا الراس، ضاربني هنا في رجليا، طحت غيبت الوقت اللي غيبت، هزوا لي تليفون ديالي باقي الله هذا، هزوا لي داكشي اللي عندي واحد 2600 ريال عندي فلوس، داو لي الشكاره ديالي اللي تندير فيها الماكله ديالي والسوبيره ديالي والماكله ديالي وداكشي، غيبت ما بقيتش عاقل. تجاو الناس وقفوا، جا واحد من الطاكسي حمر هو اللي هزني جابني للكوميساريه، ملي جيت للكوميساريه ديكلاريت لهاد الناس ديال الشرطه، مشاو معايا داوني السبيطار، درت الدواء ودرت داكشي ديالي في السبيطار، الوقت اللي جابوني من السبيطار درت جبت لهم سيرتافيكا، عمرت المحضر ديالي، صنتوا لي الاقوال ديالي، هادشي اللي كاين. وهاد الناس ديال البوليس راه صراحه راه خدموا، راه مشاو جابوا هذوك المجرمين، هما راه ثلاثه، واحد راه جابوه، جوج اخرين راه باقيين تيقلبوا عليهم، جابوه هاز ثلاثه الجناوه هازهم تابعه، يعني انا رجعت للدرب ديالهم تنسول عليه، وهذاك الشيء التليفون فيه تصاور ديال ولادي وفيه تصاور ديال عائلتي وفيه هذا وكاك، ودس من قدامه تيهددنا ثاني، مازال تيهددنا ثاني، وراه بزاف ديال المجرمين، راه فوق شي 76 واحد ديال الضواحي اللي كاينين، على اليوم مع الصباح شي 7 ولا 8 الضواحي اليوم مع الصباح.